الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بعد الانتهاء من قراءة سورة الشمس، علينا يا أحبائي نعلم عن ماذا تتحدث سورة الشمس. سورة الشمس أقسم الله تعالى في هذه الآية: الشمس وضوءها الساطع الذي يشرق علينا، القمر إذا ظهر الليل بعد غروب الشمس، النهار إذا أزال ظلمة الليل بانتشار ضوءه، الليل الذي يغطي ضوء الشمس بظلمته فيستريح فيه الناس، السماء التي خلقها الله تعالى ورفعها بلا عمد، الأرض التي جعلها الله تعالى ممهدة صالحة للعيش عليها، النفس الإنسانية التي خلقها الله تعالى وسواها. هذه الآية أو السورة أقسم الله تعالى بهذه المواضيع التي تناولناها. هذه الأشياء التي قسم الله تعالى بها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وذكرت هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها تدل على قدرة الله تعالى وعظمته، وذكرت لنا هذه الآية وذكرت لنا هذه الآية عن قوم ثمود الذين لم يطيعوا النبي الله صالحا عليه السلام. دعا سيدنا صالح عليه السلام قومه للهداية فكذبوه وطلبوا منه أنه يأتي بدليل على أنه نبي الله ورسوله، فخلق الله تعالى ناقة عجيبة أخرجها من الصخر أمام أعينهم وأمرهم أن يخصصوا لها يوما تشرب فيه الماء ولهم يوما يشربون فيه، وحذرهم سيدنا صالح من الاعتداء عليها وأمرهم بتركها. لكن قوم صالح عليه السلام لم يطيعوا أمره، انطلق رجل ظالم وشقي منهم وقطع أرجل الناقة وذبحها بالاتفاق، أنزل الله تعالى عليهم عذابا شديدا، خرب ديارهم ودمرهم بسبب كفرهم وعصيانهم لأمر الله تعالى، ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا صالحا والمؤمنين الذين آمنوا بالله معه في ذلك الوقت. يعطيكم العافية حبايبي، هذا شرح سورة الشمس، بتمنى أن نحضرها ونستفيد منها. يعطيكم العافية.